السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة السمار البيتكوين وفي حلقة جديدة حول الرحمة من الانترنت ان شاء الله. احبتي الكرام، حلقة اليوم سنقوم بالتعرف عن التطبيقات المربحة والتي بدون اي رأس المال والتي يمكنك ان تقوم بجنية منها الكثير والكثير. فقط عليك ان تقوم بمعرفة استغلالية، وهذه التطبيقات سهلة جدا، فقط تقوم بتحميلها واربح منها المال. نعم، وسأريكم الطريقة احبتي الكرام. اول التطبيقات هو الويلد كارت. هذا الويلد كارت هذه التطبيقات كلها قمت بشرحها في القناة الخاصة، فقط تقوم بالرجوع إلى شروحاتي في القناة ستجدوا كل تطبيق قمت بشرحه لوحده. نعم، هنا الوالد كاتش، كذلك هنا الام كريبتو، كذلك هنا لايت كون الجيف واي أحبتي الكرام، كذلك لدي العديد من التطبيقات. فقط إذا أردت هذه الحلقة تفاعل كبير حول التطبيقات سأقوم بتقديم لكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تطبيق مربح 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 عليك أن تقوم باستغلاله وتربح منه الأموال الكثيرة. نعم عالمه، هنا احب الكرام نقوم بالانتقال الى التطبيق الاول. هذا التطبيق الاول هو الويلد كارت بهذه الطريقة، هكذا سوف يظهر لكم بهذه الطريقة هكذا. لاحظ معي جيدا، هنا يمكنك ان تقوم بالربح من خصائص كثيرة حول هذا التطبيق، وتقوم بالسحب على البايرانس الخاص بك على عملات الهوكي احبتي الكرام. هنا تقوم بعمل كولكت للتيكت الخاص بك، تقوم بادخال هذه الكابتشا على هذه الطريقه كذا. انا هنا لن اشرح لك الطريقه الجديده، الطريقه الجديده سهله جدا، فقط كما اشرت لي ارجع الى شروحاتي السابقه في هذا على كل تطبيق. هنا نقوم بادخال هذه الكابتشا لهذا الطير بهذا الطريقه هكذا. نعم، هنا سنقوم بالربح كذلك. هنا ساريكم هنا الوالد الخاص بي وكم انا جنيت منه. هنا يمكن لاحظ معي جدا، هنا هذه هي جميع ارباحي انا من هذا التطبيق. وماذا يقول لك؟ يقول لك قم بعمل اكشنج من هنا لهذه الارباح. هنا تقوم بعمل اكشنج كلها. نعم، بعدها تقوم بتحويلها الى عملات الهوك، يعني اما التوكن الهوك اما البوست احبتي الكرام، وبعدها تقوم بسحبها انت هنا. نعم، تقوم بسحبها على الادرس الخاص بك هنا على الباينانس سمارت تشين، تقوم بسحبها. نعم، ما صراحه هذا التطبيق غاي في الروعه، لكن عليك ان تقوم بجمع منه. الحد الادنى للسحب منه هو 800,000. هذا تطبيق صادق ومليار في المئة. يمكنك ان تقوم بربح من المايننج. هنا تقوم بعمل طاب 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 بهذه الطريقة، وان شاء الله سأريكم احبتي الكرام ابليكيشن هي التي تعمل هذه الاشياء كلها. نعم، بالطاب يا احبتي الكرام ابليكيشن سأقوم بشرحها لكم ان شاء الله يا احبتي الكرام. ستقوم بربح هي تعمل عليك انت. نعم، انت لن تفعل انت ولا شيء، فقط هي تعمل عليك انت. نعم، طاب 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 طاب. اذا لم تريد ان تقوم بعمل هنا طاب، يمكنك ان تقوم بالانتقال الى الكويز. نعم، الكويز من هنا. هنا يمكنك ان تقوم هو يعطيك اسئله وانت تقوم بالاجابه عنها، وكلما كنت تقوم بالاجابه تقوم كذلك بالربح هنا. بعدها هنا اذا اردت ان تقوم بدعوه الاصدقاء وهي المربحه كذلك، هنا تقوم بدعوه الاصدقاء بهذه الطريقه، تقوم بدعوه اما في فيسبوك اما في واتساب بهذه الطريقه كذا. كذلك هنا الكريبتو كامب، هنا يمكنك ان تقوم بالانتقال هنا ام هنا البلاي كذلك. هذه البلاي كذلك هي جميله جدا، تقوم كما اشرت الى تقوم هنا بالاجابه عن هذه الاسئله وتقوم بالربح هنا. مثلا يقول لك هنا تقوم بالاجابه، وحتى ولم يكن السؤال الخاص بك صحيح يمكنك ان تقوم بالاجابه عنه. نعم، سهل جدا، فقط تقوم بعمل انت نكست من هنا، كذلك تقوم بالاجابه حتى ولم يكن صحيح تقوم بالاجابه عنه هنا بهذه الطريقة هكذا. تقوم بالإجابة إحبتي الكرام. أنا هنا فقط لن أقوم بإطالة عليكم في هذا الفيديو، نقوم بالرجوع هنا، نقوم بعمل كيتش بهذه الطريقة، نقوم بعمل كيتي، نقوم بالخروج منه، كذلك نقوم بالانتقال إلى الكامب من هنا. هنا الكامب الخاص بك، هنا الكامب يمكنك أن تقوم من كامب إلى كامب، تقوم بالإجابة عن الأسئلة وأنت تقوم بربح هذه العملة هنا في الفوق كما تراها هنا. نعم، كما تراها هنا، ها هي أنا أجمعها وأقوم بعمل أنا لا سحب. نعم، هذه الكيمياء كلها تقوم بعملها أنت سحب، أو تقوم بعمل أنت هنا كونفرت للهوك بهذه الطريقة هكذا. تقوم بعمل أنت الكمية كلها لها كونفرت، وبعد تقوم بالسحبية أنت عادي جدا، هو يقبل هذا الموقع الباينانس أحبتي الكرام. انتهينا من شرح التطبيق الأول، نقوم بالانتقال إلى التطبيق الثاني وهو الإم كريبتو. هذا الإم كريبتو مربح للغاية أحبتي الكرام، فقط تقوم بعمل أنت بعض الألعاب، تقوم بعمل أنت سكراتش من هنا. عندما تقوم بالدخول أول مرة إلى هنا تقوم بعمل أنت سكراتش من هنا، وتقوم بسحب تلك النقاط التي توجد هنا في الهوم يا حبيبي الكرام، وتقوم بربح الأموال. مثلا أنا هنا لدي هنا في النقاط سأريكم إياها، نقوم بالانتقال إلى ريدين بهذه الطريقة هكذا. هنا هذه الأرباح يمكنك أن تقوم بسحبها، إما اليوزيتي إما البيتكوين إما إيثيريوم إما باينانس إما ريبل. هذه التطبيقات مربحة كما اشرت لي، حاول ان تقوم باستغلالها في الهاتف الخاص بك. تقوم مثلا انا اريد ان اقوم باستعبانها مثلا على عمله اليوزيتي، اقوم بان اقرا عليها هكذا. مثلا انا لدي هنا 180,000. نعم، انا يمكنني ان اقوم بالسحب. نعم، انا هذا. نعم، مثلا 10 دولارات
بهذه الطريقة فقط أقوم بإدخال أنا الأنتر للبيانات الإيميل الخاص بي أقوم بسحبها عادي 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 جدا. نعم كذلك يمكن أقوم باستعمال هذه 500 نعم 500 نقطة راه يعطيك إياه فقط في السكراتش وتقوم بسحب هذا الرصيد. كذلك هذا 0.3 فقط 3000 تقريبا صراحة شيء جميل جميل جدا. يمكنك أن تقوم باستعمال البيتكوين كذلك الريبل البينانس للبينانس سمارت تشين على البي ام بي كذلك إيثيريوم البيتكوين على حسب. نعم أنت هنا كذلك يمكنك أن تقوم بالربح من خاصية السكراتش كما ترى هنا أم كذلك هنا الانفيت انفيتيشن أحبابي الكرام تقوم بدعوة أصدقاء وكذلك تقوم بالربح عليها الأموال. هنا أحبابي الكرام عندما تقوم بالانتهاء من السكراتش يمكنك كذلك أن تقوم باللعب بعض الألعاب أم تقوم بالانتقال إلى الأب تاسك أم هنا السيرفايس للأوفرز أحبابي الكرام يعني أنك تقوم بحل بعض الاستبيان تقوم بربح عليها الأموال. نقوم بالانتقال نحن إلى البلاينة وبهذه الطريقة هكذا أكشف مانتونت هكذا يقول لك أقوم بإعطاء الأوتوريزيشن هكذا هنا سوف يقوم بإعطائك بعض الألعاب هنا وتقوم بعمل أنت هنا جوالية وتقوم بربح عليها تلك النقاط كذلك. نعم تطبيق غاية غاية في الروعة حاول أن تقوم كذلك باستغلاله أنا أربح منه كذلك المال هذا التطبيق. نعم هو يقبل فقط هنا هو يقبل هنا فقط محفظة البين. التطبيق الثالث وهو اللايت كوين جيف واي أحبتي الكرام هذا التطبيق يمكنك أن تقوم بالربح منه عملات اللايت كوين. نعم فقط تقوم بجمع منها كل ساعة نعم كل ساعة تقوم بعمل أوفر وولز كذلك لبعض التطبيقات تقوم ببعض الاستبيانات تقوم كذلك بالربح منها كذلك هنا البونس كليم كل شيء موجود حول هذا التطبيق. هنا يمكنك أن تقوم بالاستعانة بالأور كليم بهذه الطريقة هكذا. نعم هنا تقوم بربح هذه تقوم بربح هنا ساتوشيات من اللايت كوين فقط تقوم بعمل هنا سبين بريز بهذه الطريقة هكذا لاحظ معي جيدا هكذا وتقوم بكذلك بربح المال هنا كذلك بسبين اخرى كذلك ساقوم بهذه الكرة هنا بعد ساعة كذلك يمكنك ان تقوم بالانتقاء الى البونس كليم بهذه الطريقة هكذا ثم هنا كليم للريوردز الخاص بك كما تشاهد هنا. هذا التطبيق يعطيك الارباح اوتوماتيكي عندما تصل الحد الادنى يوصل لك مباشرة الى الوالت الخاص بك. نعم ساريكم هنا هذه التطبيقات كيف تقوم بتحميلها الان ثم تقوم بعمل كونتينيو. نعم نقوم بالانتقال الى جوجل بلاي وساريكم تطبيق بتطبيق التطبيق الاول اسمه الويلد كاتش بهذه الطريقة هكذا. نعم كما تلاحظون هنا هذا هو التطبيق الاول قم بتحميله واعرف جميع التفاصيل في الشروحات السابقة لدي في القناة. كذلك هذا التطبيق الثاني وهو الام كريبتو بهذه الطريقة هكذا ها هو التطبيق الثاني كما تلاحظون يمكنك ان تقوم بتحميله. والتطبيق الثالث كذلك ها هو وكما تلاحظون كذلك هو التطبيق الثالث. هذه التطبيقات مربحة وتعود عليك بالأموال كل شروحات في حول التطبيقات موجودة في قناتي يمكنك أن تقوم بالدخول إلى قناتي وتعرف كل هذه الأشياء. نعم في شروحات مفصلة كيف تقوم بالتسجيل كيف تقوم بوضع الوالد الخاص بكل شيء. أنا هذه التطبيقات عادت علي بمنفعة وحبيت أقوم بمشاركتكم إياها. والآن نقوم بالتعرف من الفائز في آخر حلقة والمسابقة التي نعملها في كل فيديو تسألوني احبتي الكرام نقوم بعملها هكذا. اذا اردت تقوم بمشاركة في المسابقة فقط لايك للفيديو تعليق اسفل هذا الفيديو كما كان في اي فيديو اي شرح اقوم بوضعه قم فقط بعمل لايك وتعليق وكن مشترك في القناة وانت مشارك في المسابقة اوتوماتيكيا وكل فيديو نقوم بسحب فائز او فائزا او ثلاثة على حسب احبتي الكرام نقوم بعمل نحن هكذا. هذا هنا اربعة ثم هنا جيتي شوب كومنت بهذه الطريقة هكذا هنا 38 تعليق نقوم بتعرف هنا ستار بهذه الطريقة هكذا ونتعرف مني الفائز هنا كريم كوك مشكور اخي تم محاضرة من التطبيق لاني فتحته حسابان. نعم اخي الكريم مبروك عليك لقد قمت بالفوز في هذه المسابقة وفي هذا الفيديو. نعم نعم انا اعرف كنا نتكلم عن ساتوشي ايرو. نعم في ذلك الموقع لا تقوم بفتح حسابين اذا قمت بفتح حسابين سوف يتم حظرك فهذا شيء عادي. احبكم في الله احبتي الكرام والى حلقه مقبله ان شاء الله.